السلام عليكم الاخوان، صباح كل شيء بخير. كنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. فمرحبا بكم في هذا الفيديو اللي ان شاء الله غادي يكون شرح المحور الاول والمحور الثاني، اللي هو لا ميثود كرياسيون نو سوسبان اي بي اكونت، بلاص كيفاش اخي حمزه نطلع الايسم او الليست ويت اندكس البرودوي ديالي في 5 دقائق. انا باغي ليست ديجيتال، هنا باغي ليست فيزيكال، ما كاينش حتى شي مشكل. هاد ليست غادي تاندكس البرودوي ديالك في 5 دقائق. اوكي باس الاخوان، شوف ركز معايا مزيان، هاد الفيديو ان شاء الله غادي يفيدكم بزاف. علاش؟ لان هاد لا ميثود اللي غادي نشرح غتقدر تفتح بها لي زاكونت سترايب، لي زاكونت اي باي، لي زاكونت باي بال، اي كونت كتخيلو. يعني تقدر تكري سيريفولي، ترانسفير وايز، اي حاجه بغيتي تكريها غتكريها. هاد لا ميثود الاخوان نقدر نقول لك عمرك غادي تقدر تصيبها فور فري، اولا بهاد الثمن اولا بثمن اعلى. اوكي ما مبارطاجيهاش بصفه نهائيه، حنا كنخدمو بها، وانا في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نبارطاجيها معكم. مزيان مزيان. ف غادي نخدم واحد البلاتفورم اللي اشنو كتقدم لينا. كتقدم لينا في بي اس. اشنو في بي اس؟ تقدر تقولوا بحال اي بي خاص بيا في واحد الكانتري. اوكي كاينين بزاف ديال الشركات، ولكن نقدر نقول لك بزاف ديال الشركات بلاك ليست بزاف. يعني مثلا سكري اي بي غيت سسبند لك الاي بي اكونت، سكري بي بال غيت ليميتا. مي هاد الشركه اللي غادي نبارطاجي معكم دابا وغادي نكريو فيها ونوريك كيفاش تخدم، فهي شوف فيها شويه ديال الخدمه، غير خصك دير كابي باست بزاف ديال لي كود، ولكن راه في الاخر راك غتكري شي حاجه اللي انت ضامنها، ماشي غير غادي فهمتي شي حاجه كيبسطوا لك داك الشيء، ولكن في الاخر كتسيب لايك كونت سسبند، ضيعتي فلوس، ضيعتي شحال من حاجه. مزيان. فنبداو على بركه الله الاخوان. البلاتفورم اللي غادي نخدموا بها سميتها ديجيتال اوشن. اوكي ديجيتال اوشن. مزيان. غندخل الفيرست لينك اللي هو هذا، عفوا اللي هو هذا. فديجا ديجيتال اوشن تعطينا $100 فور فري طبيعه الحال، يعني غير كيطلبوا منا لينكي لاكارت او للباي بال، وانا كنصحكم ديروا الباي بال ما كاينش مشكل. مزيان. فبالنسبه لاكرياتور عندك تقدر تكري بالايميل ادريس، تقدر تلينكي جوجل اكونت او للجيت هاب اكونت ديالك. مزيان. انا دائما تنفضل نخدم بالايميل، فطابي الايميل ديالك ودير الباسورد وتضغط على كرييت فري اكونت. طلع لكم الاخوان الوجه، غتمشي ساين اب ايميل. ديجا كتدخل نفس الايميل اللي دخلتي قبل، غادي تدخلو عاوتاني هنا. مزيان. غادي الفول نيم، وغتدخل كذلك الايميل ادريس والباسورد. اخوان ديجا توصلك واحد الايميل اللي هو هذا، كونفيرم يور ديجيتال اوشن اكونت. فكتضغط على داك اللينك اللي كيعطيوك وكيديك ديريكت لهاد لاباج. مزيان. باش يفيريفيو الايدنتيتي ديالك بطبيعه الحال خصك تلينكي لاكارت او للباي بال. انا شخصيا دابا غنلينكي الكريديت كارد، ولكن شوف الكريديت كارد عندك الحق في وان اكونت، يعني مثلا عندك جوج او ثلاثه ديال الماستر كارد عندك الحق في ثلاثه ديال الزاكون، شي حاجه اخرى لا. اما بالنسبه للباي بال تقدر تبقى تلينكي فيه مع جميع لي زاكون. فا يستحسن دائما نخدم بالباي بال، انا حاليا دابا غادي نخدم بلاكار. مزيان الاخوان. فمورا ما كملنا لي زيتاب كاملين، اللي هو دخلنا لاكار بطبيعه الحال، دخلنا النيم البرنيم كاع لي زينفو اللي طلبوا منك غادي تدخلهم بطبيعه الحال. فاخوان مورا ما كملنا لي زيتاب كاملين، اللي هو دخلنا النيم البرنيم وكذلك الادرس والايميل ادرس، كتجي فقط دير سيف بيمنت معاهم باش دوز لاكارت او لي تشيكيو لاكارت ديالك. طبيعة الحال ما يمشي حتى شي دولار، جاست باش فهمتي باش يحاربوا السبام كيقولوا. بروجيكت جديد، غنمشي نيو بروجيكت، غتكمل هاد لي زيتاب. مثال نفرض مثال تيست 1. اوكي فهنا غدير جاست راين وغتجي كرييت بروجيكت. مزيان. سكيب فور ناو. اوكي هادي هي دروبليس، غتضغط هنا وانا غتكمل لي زيتاب. اوكي هنا غتخليها اوبونت اللي هي هادي. كاينين دي ميثود كيفاش دير الويندوز 10 الا بغيت نشرح لكم، غير هو غياخذ بزاف ديال الوقت. فهنا $100 راه كيف كتعرفوا الاخوان شي حاجه تعطيك فور فري، راه غيحاولوا ياخذوها من عندك في اقرب مده. اوكي فهنا انت غتلقى الريجولر الا خلصتي بالباي بال. انا ديجا غنختار فقط $5 راه مزيانه وغنهود لتحت. اوكي بالنسبه لنا الا كنا باغي نكري واحد سترايب او لا باي بال او لا اي حاجه في اليو كي، خصوصا سترايب، راه بطبيعه الحال غتختار لي لندن. مزيان. ونهودو لتحت التليفون، ما تختار حتى شي حاجه. الباسورد غدير الباسورد، يعني ديرو راندوم. هنا راه كيعكسو بزاف، يعني خاصك باسورد قليله فيه كنظن شي 16 حرف. دير لي كابي باس وخليها عندك، واخا انت ما عارفوش غير دير لي كابي باس. مزيان. وغتهود لتحت غدير كرييت دروبليت. انا دايز راه مكري هذا اللي هو تيست. ابري ما غتكري راه غتلقاه انت هنا. مزيان. مورا ما كرييتي غدير الاخوان، فمورا ما كرينا اليوزر نيم نقدروا نقولوا عليه، غنمشيو ديريكت غنتيليشارجيو فاش غادي نقدروا نخدموا هادشي. اوكي غنمشيو لهاد البروغرام اللي بطبيعة الحال غنخلي لكم ليه بوتي دوت اورك، اللي هو هذا بوتي دوت اورك. عفوا. مزيان. غادي غدير داونلود اللي هي هادي هير.
اوكي وغتختار نوع البيسي ديالك ديال 32 كي 64 انا اختاريت 64 ديجا عندي غنمشي غنضغط على بوتي وغنجي لجوجل كروم غندير كوبي ندير كوبي الدي ان اس ديالي اللي هو هذا مزيان غندير نضغط على اوكي انا غتضغط على اكسبت بطبيعة الحال وغتجي غتضغط على غتكتب روت مزيان هنا الباسورد ديالك انا ديجا الباسورد ديالي حاطه في هنا اوكي اللي هو هذا غتكتب الباسورد ديالك شوف مورا ما غادا تكتب في الباسورد راه ما غاديش يبان لك عادي ما كاين حتى شي مشكل شي حاجه كابيتال راه غادي تكتبها كابيتال شي حاجه اللي رقم راه غادي تكتبو كذلك رقم فايلا بغينا الاخوان نديرو كابي الباسورد ديالنا اللي هو هذا بطبيعة الحال غندير فقط كنترول سي ونجي البوسيبل بطبيعة الحال غندير كنترول في راه غادي تكون عادي اوكي غنمشي لجوجل كروم بطبيعة الحال وانا خليت لكم هاد الاوامر اللي بطبيعة الحال فقط غدير كابي باس مزيان غنديرو كابي الاخوان غتجي غدير كابي لهاد الاوامر كاملين اللي هما هذا كابي كنترول سي كنترول في مزيان هنا الاخوان غتجيب هذا بطبيعة الحال غنضغط على كنترول في هنا الاخوان مورا ما غندخل هنا غدير كنترول اكس اوكي باش دير سيف هنا غيقول لك كتب يس او لا نو ايكغيك راهي يس ان هي نو اوكي تكتب ايكغيك وغدير انتر هنا درنا سيف غتجي غدير اخر امر اللي هو هذا فالاخوان VNC سيرفر اوكي وغدير باس الاخوان الا بغينا نديرو داونلود للفي ان سي فيور فبطبيعه الحال كندخلوا لهذا اللينك اللي بطبيعه الحال غادي نعطيو لك اولا غيسيفطوا لك الادمينز فشوف الباس اللي عندك انت واش كيخدم بنظام الماك اولا الويندوز فاحنا شخصيا ويندوز غادي غدير داونلود في ان سي فيور مزيان غدير اوكي وراه كيتريشارج عادي فالاخوان بالنسبه للفايل اللي غادي ندخلوا ليه السميه ديالو هو بي ان سي فيور اوكي غادي ندخل في حركه غنمشي نجيب دي ان اس ديال اش ديال اليوزر نيم اللي درت ليه اللي زدتو اوكي غندير لي كابي باس هنا وغندير جوج ديال النقاط غندير 59 زار واحد مزيان وغندير كونكت تو ادريس اور هوست نيم هنا الاخوان ضروري غادي نضغط على كونتينيو اوكي هنا غنكتب الباسورد اين باسورد اللي ديجا درناه داكوغ الباسورد اللي كريناه في الاول والاخوان مورا ما كتبنا الباسورد ديالنا بطبيعة الحال غنضغط على اوكي فبطبيعة الحال دابا مابقيناش محتاجين هذا البروغرام ديز دا البيسي عندنا ابري ديك الساعة نقدر نكري سترايب نقدر نكري باي بال نقدر نكري اي حاجة لا ميثود نو سوسبان اليو كي ان شاء الله اللي غادي نكريوها تقدر تكريها هنا غير هو يستحسن الاخوان دائما إذا كنا بغينا نكري واحد الاي بي اكونت فنفرض مثال انا جيت واحد نيو بروجيكت راه عندك 100 دولار هنا يعني وقت ما بالك غادي تقدر تكري اي بي اكونت فهمتي فهادشي علاش كنقول لكم دخلوا راكارت غادي تاخذوا 100 دولار فور فري فنفرض مثال انا ندير اي بي 1 اوكي وغادي نعود اوكي كرييت بروجيكت مزيان سكيب فور ناو فنفرض مثال هاد اليوزر اي بي 1 يعني انت كدير اليوزرز كل يوزر او الاي بي ديالو مزيان جيت ستارتد وذ دروبليت ونكملوا هاد لي زيطا اخواني اللي كنا باغيين نكريو واحد الاي بي اكونت شوف ركز معايا مزيان اي بي كندوي على اي بي اما سترايب راه ديجا ما غندخلش لينا بزاف يعني غتدخل لي مره في 3 ايام مره في يومين ديجا ساز راه كيجيوك في الايميل هاي سيل جاسك هاي سيل جاسك ما كاينش علاش غادي تبقى تدخل اصلا سترايب ديجا حتى كتبغي تدخل سترايب كتبغي نيشان داخل باغي دير الويدرو ذاتس ات فا بالنسبه للاي بي غير خصني ضروري ندخل نوار من دير فهمتيني فضروري خصك تاخذ شي حاجه كان افضل تاخذ 4 جيجا في الرام راه هي رخيصه ما كاينش مشكل يعني خود هادي خود 15 دولار ها هي 0.22 بير اور يعني حتى ماك ساعه كامله غتخسرها في ايباي لا عاد 20 30 دقيقه يعني غياخذ الوقت ديال بصح لا كونط غيطول ديال بصح اوكي فهذا ما كان الاخوان فمور ما كتكمل هاد 100 دولار راك تقدر تصوب اكونت واحد اخر وتدخل باي بي واحد اخر ولكن سيم سيتي يعني ما كاين حتى شي مشكل لا كونط الا كان موار ما راه ما يتسبندش هذا ما كان الاخوان هادي ميثود كيفاش تخدم بلا في اي بي بلا 911 تقدر تصوب واحد الفي بي اس اللي بطبيعة الحال وان اي بي وان ماك ادريس بطبيعة الحال كتدخل انت الوحيد اللي فيه وتقدر تكريي سترايب اللي عليه الدورة كاملة وتقدر تكريي سترايب اللي كلشي عنده فيه مشاكل فكنظن الاخوان هذا ما كان كنتمنى استفدتوا في هذه الحلقة ويش ذا بيست فور اول والله ما يسر للجميع